لمحب مني ومنه حب مثل الجوهر الصافي الوفاء من فني وفنه بين ما يمشي خلافي يا محبي وصلكم جنة والبخت لي هو بسعافي يخص بهذه الكلمات مشاهدي قناة بينونة اللي يتابعون برنامج قبل السحور وكل برامجها ضيفتنا اليوم فنانة منذ الطفولة تربت على أصوات الجيل الذهبي الأصيل كأم كلثوم وفيروز وابتدت مشوارها الفني منذ 9 سنوات مع الملحن الكبير علي كانو لتكون من أبرز الفنانين الإماراتيين في الأغنية الشعبية ثم انتقلت لتعمل مع أهم صناع الأغنية بالعالم العربي وغابت عن الإعلام واللقاءات والحين هي ويانا الفنانة عريب حمدان أحب أرحب فيك يا عريب هلا والله بضيفتنا وأخيرا مرحبا بك يا عريب مرحبا الساعة هلا والله مساء النور والإحساس والطيبة هلا والله حالك عريب أخبارك الله يسلمك تفضلي استريحي عريب ايش حالك الحمد لله رب العالمين شو أخبارك والله مشتاقين لكم ومشتاقين لأبو ظبي دار ظبي أبو ظبي يحيي هالصورة ومشتاقين بينونة أكيد طبعا وقناس بعدني بقول وقناة بينونة القناة المتميزة الرائعة بناسها وأكيب العمل وطبعا بزهرة الحديقة كلها اللي هو أنت الله يطول في عمرك يا عريب وينك يا عريب موجودة وين موجودة؟ هو أنا مقصرة بس صار لي سنة باور ما شاء الله كنت معاي ولا لا؟ صحيح لا إن شاء الله صار لي سنة تقريباً مقلة في اللقاءات مقلة في اللقاءات صحيح لكن متجددة في الأغاني شو الأسباب عريب؟ شوف هي مش أسباب أنا صار لي 9 سنوات أو 12 سنة تقريباً ما شاء الله بقدم بصوتي الأغنية الإماراتية اللي هي الشعبية الرائعة اللي هي الأساس اللي أنا تربيت عليه في دولة الإمارات وخاصة في أبو ظبي البلد اللي أنا انولدت فيها وعشت فيها العمر كله 12 سنة وبعدين شوي كدينا شوية مثل ما تقولون يعني شوي وبعدين طلعنا سنة من الأعمال المختلفة اللي مثل ما حضرتك سمعتها أو صحيح. الجمهور سمعها اللي هي متنوعة صحيح. وإن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله بإذن الله وأنا كل يعني أمنياتي لك بالتوفيق يطول عمرك أنت متميز أصلاً وحضرنا لك المسلسل الرائع وصلوا على فكرة يعني 10 دقائق وراء قاعد بدندن بالأغاني والصوت العذب وهذا الله يطول في عمرك وأنت كذلك يا عريب بس قبل كل شيء عشان نبه حق المشاهدين نخبرهم عريب ترى ما حد يداني يسميها عريب ما حد لا تذكرونها عريب ذكروها عريب صح؟ في الإمارات أحبايب قلبي الفنانة عريب يا جماعة ترى عريب عريب خلاص عريب عريب مو مشكلة أحبايب تمونون فعريب عريب طبعا اسم عريب هو اسم تصغير لعرب حلو وعريب ما أعرف شو صراحة ما أعرف شو عريب بس ماشي الحال خبرينا في بداياتك من أيام الطفولة عريب كنت يعني مجاهدة في هذا الفن يعني نقدر نقول شوفوا في بداياتي كنت مجاهدة في سبيل الله أنا كنت مقرئة القرآن في المدرسة ما شاء الله هذا مبدئياً ما شاء الله أم كلثوم كانت مقرئة قرآن فعلاً. فكنت من الأصوات الجيدة التي تتقن التجويد وقراءة القرآن وكان الصوت الجميل الحمد لله وطبعاً أنت عارف أنه أي بيت بيكون فيه صوت جميل لازم الأب بيكون صوته لازم جميل فعلاً. الله يحفظ الوالد يا ربي ويطول بعمره يا ربي فهاي الحنجرة اللي قاعد دندن فيها برا من الوالد وارثها اي فعلا عندك خبر من هالموضوع اي طبعا طبعا اللي والده بيكون صوته جميل ورائع الولد او الابن ايضا نفس الشيء ما شاء الله نحن كلنا 12 في البيت بس سبحان الله طلعنا انا ومعضد اللي نغني بعد معضد من الفنانين ما شاء الله يعني اوجه له تحيه فعلا اوجه له تحيه من خلال برنامجنا اكيد اكيد قبل السحور خلينا نتكلم اكثر عن الفنانه عريب الانسانه يعني شو تحضيراتها لهذه السنة من برامج توعوية أو شيء كذي يعني في شوف أنا الآن عندي خطة ماشية عليها حلو. صار لي سنة تقريبا بقدم بعض الأعمال المتنوعة اللي حلو. أحاول أقول لأهلي وحبايبي في الإمارات ترى الصوت اللي أنا طلعت فيه من عندكم بالأغنية الخليجية والشعبية اللي تأسست عليها فعلاً. عندها مواهب أخرى ممكن تقدمها لكم وتسمعوها اللي هي أغنية بعد انقطاع سنة ونص تقريبا من الفن أغنية وصاتي وصاتي اللي كانت الشاعرة ما عليك أبدعتي فيها الحمد لله رب العالمين وغناها معضد ترى أهني صوته جميل طبعا مبدع الله يسلمك وغنيت أغاني متفرقة اللي هي خفيفة اللي هي غريبة على الناس أنه معقول عريب البارحة ما
خطب جفني يا معذبي وفجأة تغني أم راشد صحيح. وتغني وصاتي وإنجليزي وهذا ما لا نعم عليك. نعم لابد من الإنسان أن يطور لازم من نفسه. يغير فعلا يطور أما بالنسبة لل بس هاي حركته الأربعة هذه هذه صراحة خطيرة والله أنا أكرر الغنية عشان أسمع المقطع هذا الحمد لله هاي مواهب والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله متأكدة أن يعني أو متأكد أن تحبين الشعر عفوا فشو علاقتك ويا الشعر علاقة جميلة لا يمكن أقدر أؤدي أغنية لا يمكن إلا وأكون حاسة كلماتها حاسة بمعانيها حلو. فبس لا تقولي عندنا اليوم ضيوف شعراء أبدا يعني أكيد بس علاقة أي مطرب صوته جميل وعنده حس فني لازم طبعا الكلمة هي اللي تجيب الإحساس في الصوت وهي فعلا فعلا فأنا أقول أنا وياك خلينا نرحب طبعاً. بالشاعر محمد سعيد المحرمي ونقول حياك الله وتفضل ويانا في ميلسنا أصب لك قهوة عريض ما شاربين نقلي بس صدق والله تبغين قهوة ولا شاي والله موجود والله قهوة قهوة أصب لك قهوة بس سلم على محمد طبعا نرحب نرحب فيك مرحبا الساعة والله حية هلا والله مرحبا والله ابو جاسم حالك بصحتك عساك طيب الله يسلمك يا مرحبا بك تفضل استريح تفضل استريح يا سهلا ابو جاسم ايش حالك والله طيب كيف الحال عساك طيب نورتنا يا ابو جاسم مبروك عليكم الشهر علينا وعليك الله يسلمك تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال ان شاء الله وياك خبرنا شو اخبارك يا شهر رمضان وكيف تقضي شهر رمضان والله رمضان طال عمرك شهر الخير وشهر الطاعه هنا وصلت الارحام وشوفتكم الطيبة في قناة بينونة قناة التراث نحن اللي نتشرف فيك بأمانة يا محمد وهذا فخر لنا بأمانة أنك تكون أحد ضيوف حلقتنا في قبل السحور شكلنا سحورنا عندكم اليوم إن شاء الله فعليك بنخبرك بعد شوية بنخبرك علاقتك ويا المطبخ كيف جيد أن قهوتكم طيبة الله يسلمك أكيد الله عمرك يا ربي خبرنا علاقتك ويا المطبخ شقايل أبو جاسم والله طال عمرك السؤال هذا يكون مو قبل السحور هو قبل السحور وقبل الفطور انزين لان الانسان يكون لها ازيد يعني ميوله لك الغير فتره الفطور وفتره السحور اي نعم سؤالك طال عمرك يعني شو تعرف تطبخ شو تعرف تسوي في المطبخ ابو جاسم والله طال عمرك البيض انا شاطر فيه بس يعني الكل ما شاء الله شاطر في البيض بيض طماط ايش حالك في المطبخ قريب والله علاقه وطيده بس غير صحيه ابدا لا انا لانه البنت الوحيده فكان والدي الله يرحمه يستصعب علي ادخل المطبخ يقول هذه بنتي لا يمكن اخليها انها تطبخ مع ان هذا شيء غلط زين ولكن الحين انا اقدر اسوي معكرونه ايوه المعروف يعني معكرونه والبيض والبيض وحد لا احد منهم اساله تقول اقول شو تسوي قال اسوي اندومي بعد شو اندومي يعني يحر الماي طب جميل هذا انجاز والله انجاز يعتبر في الوضع الحالي اللي احنا فيه الحين ان البنت المطبخ ما تعرف الا معكرونه وانجاز لا بس انا عندي زينب ما شاء الله عليها تعرف كل شيء بس بعد شوي راح اعرفكم عليها لكن قبل كل شيء ما شاء الله محمد العائلة كلها قالوا شعار صح الكلام وهل خذت والله طال عمرك هل هذا من محبتك للشعر ولا محبتكم للشعر ولا لا والله الحمد لله العائلة أغلبيتها كلها شعراء الحمد لله الحمد لله و يعني احنا أغلب أوقاتنا العائلة كلها نسمع الشعر هنا ويعني صراحة من الشعراء اللي تأثرت بهم لأن القصيد سبحان الله قصايد المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد رحمة الله عليه الله يرحمه أكيد أنك سمعت الله عطانا خير وانعام صحيح قصايد كثيرة جدا نعم والله نعم جدا نعم تأثرت بها يعني فعلا أو هذا الشباب اللي غطاريف يعني فعلا فعلا فإحنا كإماراتيين بيئتنا كلها شعر يعني فعلا العائلة والعائلة الإماراتية بشكل ما شاء الله عليك زين شو نوع الشعر اللي يحبها محمد المحرمي؟ والله أنا طال عمرك أحب اللون الإماراتي اللون الإماراتي أنا لو سألتك الحين سؤال نعم شو هي اللحون أو البحور الإماراتية سؤال اللحون البحور الإماراتية أنا بعطيك جائزة بس 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 الجائزة بتأخذها الجواب يكون قبل السحور مو عليه زين أنا اللي أعرف فيه مثول ثظني لا هي طال عمرك
أذكر أنا كنت شاركت في مسابقة شاعر المليون. من سألك أنت الله يهديك مرة؟ لا لا أنا جايينك المجال معان مع بعض نحن، بس لكن إحنا كان الدكتور غسان الله يذكره بالخير يقول الله يذكره بالخير اللون، اللون الإماراتي لون متميز، هي طال عمرك الون المثلوثة اللي مثل يقول قلت أنا شيء مثل يقول صاحب زقر المنادي بخطوفه يوم السفن بتشل، هذا يسمونها الون المثلوثة. عندك طال عمرك الردحة اللي يقول فيها عوشة ويقول فيها الشيخ زايد رحمة الله عليه الله يرحمه يارك العود الهوى وفنه شاق يجي لك بالأوصافي، وعندك يوم يقول حد مثلي بات مش جنة، عندك بعد يا خليفة نبغي نزوره زي سيد المزيون في داره، والونة كثير يعني بعدنا عاد ما نسمع شيء حلو بعد ما يصير. على فكرة أنا كمان الشاعر كلامه صحيح، شوف أنت كمان ما بعرف إذا صح ولا غلط كلامي راح أقوله، إنه الأغاني الإماراتية الشعبية اللون الإماراتي من أصعب الأغاني بس لحظة فعلا. مو أي حد يقدر يتقنها يعني، ممكن أي فنان أو فنان يغنيها حتى لو كان إماراتي، بس في بعض الفنانين الإماراتيين اللي بيغنوا اللهجة الإماراتية بطريقة يعني، مثل الفنان ميحد حمد بالروغة، الفنان الإماراتي أيضا منهالي في، بس ما بعرف هل أنت يعني مش على فكرة مش على مستوى الفنانين أخوي عيسى، حتى طال عمرك على مستوى الشعراء صحيح، يعني كثير من الشعراء عندي السعوديين يعني حتى لو تشوف شاعر المليون المجارات الشعراء السعودية حلو كانت أقل من شاعر الإماراتي مع احترام الشديد، ليش؟ لأن اللون الإماراتي لون يعني متميز متميز مش مش تقليلا في اللحون الخليجية ولكن الشعبية تقصد حلو له طعم يعني له لذة يعني، يعني الأغنية الشعبية يعني بين قوسين تتكلم أنه مثلا أنه المتميز الأكثر تميز اللحون الإماراتية مثل الونة. الحين أغلب السعوديين تصدق حتى مستوى على مستوى مثلا الشعراء والشلات يحبون الألحان الإماراتية صحيح والله صحيح صحيح يعني لها يولون فيها ويشلون فيها حتى ما سمعت القلطات أخوي عيسى القلطات في القنوات عندهم صار اللون الإماراتي كله نعم صحيح فاللون الإماراتي دوما متميز وأيضا الأغنية الخليجية بشكل عام أيضا صار لها صارت المراكز الأولى برا كبير وصار لها نعم وكثير من المركز من المراكز الأولى أمانة يعني صار الحين حتى المطربة خلنا نقول يعني العربية أو في الشرق الأوسط بشكل عام كلهم قاعدين يعني بتجه للغناء لأن الآن هي في فوعتها وفي في في مراكزها الأولى في يعني الأولى. واللي وصلوها بعض من الفنانين طبعا الخليجيين عندنا الفنان الأول حسين الجسمي نوجه له تحية سفير الأغنية الإماراتية تحية وسفير الأغنية الإماراتية فعلا أكيد نعم انزين ونقول وشو تسمع دام صوت موجود يعني البارحة ما طاب جفني بالكرى والناس حولي بالهنا ورقودي البارحة ما طاب جفني بالكرى والناس حولي بالهنا ورقودي وانا صريع الحب في شفه ترى وانا حواس سجل شعر منضودي وانا صريع الحب في شفه ترى وانا حواس سجل شعر منضودي الله يا سلام طبعا كلمات الشاعر الكبير حمد بن سوقات الحان الملحن الكبير علي كانو كانت ثاني اغنيه انا بغنيها فعلا والحمد لله يعني الحمد لله يحبوها فعلا. الناس كثير عشان هيك دائما انا بغنيها الكل حافظنها يعني لو تلاحظين حتى تقولين اول شطر من شطرها بقول لك على طول برد الحمد برد وياك الحمد يعني ما شاء الله كانت لها مجاره من نغم الوطن شاعر نغم الوطن نعم صح. حمد الغويس لا تشغل افكارك لا تشغل افكارك بشيء تخبره وانا عندي الوالد بعد سوى عليها وانا ما ادري هذا كلام كبير على فكره لا لان الحقوق الطبع محفوظه هاي الاثنين هي خلاص انت ما لاحظت ان الاغنيه بصوتي والرد بصوتي ما خلي حد ياكل فاهم هو بعد يقول شيء ما ادري شيء ترجعني للوراء وما ادري شيء شيء وتذكرني بماضي اهلي وجدودي بعد نفس الشيء ذكرني اكل البرنامج نسمع شيء بعد قليل من شاعرنا وشو بيسمعنا والله انا اسمعكم ابغيكم شيء جديد صراحه ولكن بنعطيكم اللي هو طال عمرك ما شاء الله احب الوطن يعني
ابو جاسم مذهب ما شاء الله، اشكركم. هاي طال عمرك، عمرك طويل. عنوانها كلنا خليفه، يقول صفت طوابير الشعر صف وانضام، انضام وقامت هواجيسي بها حشد وجنود، معلن طواري الفكر تجنيد والزام، وانقى حروف الشعر من در منشود، لحظة شرف تشهد لها سير الأيام، والمدح في شيخ المناعيت موعود، هذا ولانا والشعب دوم قدام، يفدى تراب الدار والريس العود، هذا خليفة للوطن سيف وحزام، هذا خليفة منبع الخير واليود، هذا خليفة ذخرنا فخر الإسلام، من زاله السامي رقى الشام خطود، هذا خليفة كاسب المجد ضرغام، مروي ضم العطشان من خيره جود، هذا خليفة من سلالات حكام في كل دولة فعلهم دوم مشهود، قد قالها محمد ترى الكل خدام، خدام للدولة أشاويس وأسود، بو خالد اللي من شغاميم وكرام، ولي عهده نادر الوصف جلمود، هذه رسالة من مشاعر وإلهام، هذه رسالة من مشاعر وإلهام، تعلن وفاها للقيادة بالعهود، كلنا خليفة وقفة قروم وحشام، نعلن ولانا والشعب راقي سنود، زايد بنا دوله على شرع وسلام، وحد إماراته على العز والزود، خلف رجالا للوطن فخر ووسام، تضرب بهم الأمثال وافين لعهود، اللي بهم ركب الحضارة زها وقام، هم لبسوها تاج من در وعقود، عجوبة العالم غدت مثل الأحلام، بين الدول تضفي الله بتاريخ ممدود الله، في ظل أبو سلطان عام ورا عام، رايات دولتنا على مجد وصعود، طاري بلادي سالفة كل لا نام، على الرخاء شعب الإمارات محسود، قومي تباهي واعتلي كل الإعلام، ما دام بو سلطان في الحكم موجود، والنعم وارضفها وسبعة عام، بالقايد اللي للوطن ساس وعمود، وانجال زايد صيتهم بالثنا دام، بيرق معالي رف والعالم شهود، الله يديم شيوخنا نهج الأكرام، من عزهم نلنا على كل مقصود، لو قلت فيهم تعجز حروف وأقلام، أوصافهم غنى بها كل منشود، يالله تحفظ دارنا طول الأعوام، باسمك الأعظم دعيناك معبود، وآخر ختامي وآخر ختامي وآخر ختام القول والمسك بختام، يبقى خليفة شيخنا نور الوجود. والله كفو، صح لسانك يا شيخ، ما شاء الله عليك. أبدأت بس عريب، أنا توني أتذكر لا 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 الكلام يقول لبيات، لبيات حق الوالد، يا وقت عود بي شوية للورا، وعيشني بماضي هلي وجدودي، يا وقت عود بي شوية للورا، وعيشني بماضي هلي وجدودي، عاد بس ما اعرف شو تقول بعدين. لا لا خلاص ان شاء الله. هلا والله، انا بتعامل وياك كعمل وطني خلاص. والله تم تم، نعم بسوي عقد مع قناه بينونه ولا وياك؟ اتشرف طولي بالك. بالامان ما شاء الله عليك، طبعا الله يسلمك، الله يسلمك. الابداعين ما شاء الله عندك موهبتين، موهبه التقديم وموهبة الصوت ما شاء الله. ما شفت التمثيل أيضا ما شاء الله. كفو كفو، يعطيك الصحة والعافية. ريب ما تبغين تشوفين شو بتسحرون أنتي ومحمد؟ والله نسحر. أوكي يلا بتسحر. أوكي يلا، ما أدري بلحق على السحور ولا ما بلحق، بتلاحقون إن شاء الله. حياكم الله. أنا خاف تشطحين يا ريب. لا لا ماك ما أخذ الحيطة والحجرة. زين انا بخليك تدخلين ويا زينب ان شاء الله. انا زين بتمهني معك، وانا وياك بتمهني. مرحبا يا زينب. هلا حبيبتي. اعرفكم طبعا على زينب الشيف اللي يرافقني من اول البرنامج طبعاً. وان شاء الله طبعا احنا خلاص ما باقي شيء، البرنامج بينتهي
فان شاء الله تتكرر هذه ان شاء الله طبعا ان شاء الله. خبرينا شو علاقتك ويا المطبخ؟ احنا قلنا لك ليش الاحراج يعني جايبني عند الشيف ويقول اصرع عليك ويقول شو اخبار يعني. لا والله اطبخ صراحه، اعرف ان هذه هاي شو تسوي حق الاكل ما يحطون شيء ويطلقون فيه هذا يصير علينا. لا ما عليك ولا يهمك. خبرينا زينب اليوم شو بتسوين ان شاء الله؟ ان شاء الله بسوي لكم محاشي وسويت. حلو. وسلطة. شو بيكون ان شاء الله السويت او الحلاوه شو بتكون ان شاء الله؟ بيكون جلي بالكريمه. حلو. والسلطه سلطه يونانيه، سلطه صينيه، سلطه عربيه. سلطه عربيه. عربيه. كل عربي عندكم، شل العنصريه. ما في منسف، ما في شيء، ما يصير. لا في فاقد شيء. قلت اسوي منسف بس ما بحكي. تدرين شو ريب؟ كل حلقاتي القبليه ما شاء الله عليها تبدا في شو احضر الحلقات مالتها على اليوتيوب ما شاء الله. شفت ذاك اليوم يوم المنهالي معاكم فايز السعيد اشوف اكل عشان كذي جيت القناه. يعني انت مو جايه حق البرنامج، جايه حق زينب. مو حق زينب، استغلي بعد زينب بعد ما تخلص الاكل. يلا زين خلونا نرجع. نحن كنا نعرفكم على مطبخنا، يعني سفراء يعني جايين نعرفكم على مطبخنا زينب. الله الله بالاكل. عفا عليك وخلصي قبل شوي عشان يتسحرون طيب جماعتنا. يعني طلعتي زيرو و هلا والله هنا. انا تفاجات بالبرنامج صراحه، برنامج متميز. الله يسلمك. حلو التنوع طلع الفكره. تنوع وحركي وبعد شوي يعني مو بحلوه تم على روتين واحد على شعر يعني. حلو التنويع على يعني حركتنا يعني سوينا رياضه وتحركنا. فعلا. خلوني وياكم نستقبل مدرب كره القدم واداري الفريق نادي الوحده الحاي يمعة. وحياك الله يا الحاي يا مدربنا يا الكوتش. هني بيحط لنا خطط الحين. متابعين كاس العالم خبروني. بس طلعتي مش ارجنتينيه. شفت الانستغرام يا اخي. طلعتي مش ارجنتينيه. شلون يا مرحبا بالحاي. مرحبا بالساعد الحاي. هلا والله. سلام ورحمه. كيف الحال؟ شو الصحه؟ عساك طيب الله يسلمك. مرحبا يا مرحبا بك الحاي. مرحبا يا مرحبا بك. شو الصحه؟ الله يسلمك. شو الاخبار؟ الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل استريح. ان شاء الله. ها المانيا ولا الارجنتين؟ انا كنا من شوي قاعدين نتكلم عن كاس العالم. والله انا اشجع الارجنتين بس مبروك للالمان. مبروك مبروك للالمان. بس تدري بخبرك شيء لحاي، ترى عندي وحده ما تعرف شو تشجع. مرات تشجع ايران، مرات تشجع ما ادري شو، مرات الجزائر، مع البايز. وصدقني كله من محمد صالح. ليش؟ هو يقول لي كوني مع اللي يفوز. دائما كوني كوني مع. وشو دخل ايران؟ ما ادري، هو سئله في الكواليس مصر. شو اسوي بعد؟ للامانه عيسى يعني ما اقطع على كلامك، المانيا صراحه اللي فاز على البرازيل يستاهل البطوله صراحه. اللي صراحه اللي يفوز على البرازيل بالسبعه. لا بس انت تتكلم عن البرازيل، مو برازيل اول، برازيل اليوم صارت تولى الحاي. هي كل مباراه لها ظروفها يا جماعه، تعرفوا انت لو تنعاد هذه المباراه يعني ممكن خمس مرات ما تجي النتيجه هذه. صح فعلا. بس المباراه النهائيه الارجنتين والالمانيا كان الكفه يعني متساويه. ممكن كان الارجنتين ياخذ الكاس فعلا. ممكن المانيا تاخذ الكاس. بلنتيات مو مقياس. صحيح. حظ هي الحظ. يعني انا اقول الجول اللي جاء في اخر دقائق لالمانيا يعني ممكن كان يجي الارجنتين في الاوقات الاصليه كانت. فعلا فعلا. فلعبوا مباراه حلوه تكتيكيه، ما فيها متعه من ناحيه الفنيات، بس اكيد المباريات النهائيه طبيعي تحصل فيها تكتيك عالي وتسكير لكل المساحات. هذا المفروض يصير فيه، ولازم نحن نستفيد من الدروس اللي كانوا موجوده في كاس العالم، لان في دروس كثيره مفروض ان كره الامارات تفهم شو المطلوب منك انت عشان توصل للعالميه. صح فعلا. نحن شفنا الفريق يعني الجزائري ما شاء الله يعني. صحيح. مثل العرب تشريف ممتع صراحه، ونتمنى انه يكون صح الافضل والافضل ان شاء الله. ان شاء الله. احرج الالمان على فكره يعني. لا صحيح يعني حتى ما يتوقعون يعني. احنا قلنا اذا بارت البرازيل والجزائر كيف بتطلع النتيجه؟ معناته بتكسب ان شاء الله الجزائر. وبعدين نفس ما ذكر الكابتن، هو عندك كل مباراه ومودها يعني، كل مباراه وظروفها وجوها. خبرني كابتن حاي، شو رايك بمستوى كره القدم الاماراتيه اليوم؟ والله نحن ياسين نقطع اشواط
زينه من ناحيه الاحتراف حلو. بس نحن محتاجين الاحتراف مش داخل الملعب خارج الملعب خارج الملعب يعني مشكلتنا الحين خارج الملعب مش داخل الملعب لانك انت داخل الملعب الخطط والتمارين كلها متساويه ما عندنا فرق بينه وبين اوروبا وبين الجماعه حلو. بس المشكله من تطلع برا المستطيل الاخضر حياتك اليوميه العادات اللي نحن ياسين نتعودها على من نحن صغار اغلبها غلط صح. من ناحيه التغذيه من ناحيه صح. النوم من ناحيه التركيز في التمارين صح. من ناحيه جرعه التمارين هذه كلها من خارج الملعب بس نحن لو يبان وقت لانك انت هاي تتكلم على ثقافه فعلا. ما تتكلم على انك انت في يوم وليله بتحصل الكلام هذا كله يتغير فعلا. لانك انا رحت شفت اكاديميات برا شفتهم صغار تلقى في ترتيب في نظام في يعني التغذية يعني غير حياتهم منظمة من الأصل يعني فتلقى يوم يوصل يعني بيحترف أي نادي سهل عليه أن يطبق الاحتراف هناك حلو فنحن إن شاء الله بس يبقى كم سنة شوي إن شاء الله لين نوصل للمستوى الاحترافي اللي خارج المستطيل الأخضر وإن شاء الله بنكون أحسن من كذي بكثير إن شاء الله زين خبرني شو الفرق بين الكوتش الأجنبي والكوتش المواطن بالعكس نحن عندنا المواطنين يعني ما يقلون عن الأجانب إلا في شيء واحد الأجنبي عنده ستاف أكثر من 5-6-7 موجود عنده حلو. هذا معد بدني هذا المساعد هذا صح. للإحصائيات صحيح. هذا عنده للطب هذا المواطن مش... كل هذا لك المواطن ما عندنا كل هذا كله هذا كله صحيح نحن ياسين نشتغل الحين أنت تكون مدرب انت تكون احصائي انت تكون ساعات اخصائي اجتماعي انت تكون معد بدني بعض المرات فنحن الفرصه اللي تينا اقل من الاجانب بكثير يعني انت اذا انت مثلا مسكوك فريق كم بيصبرون عليك الاداره انك انت تشل هذا الفريق ممكن حلو. 5 مباريات 6 مباريات صح. بالكثير بعدين بيقول لك مع السلامه صح ويجيب واحد ثاني عندك الاجنبي سنه وسنتين ويطلع من هالنادي ويروح النادي الثاني تو مطرود من هالنادي ها صح نعم بيروح نادي بيروح لنادي ثاني نادي ثاني وبعقد جيد جيد فعلا يعني الحين انت مثلا انا مخلص الحمد لله برو يعني الشهاده الاخر حلو انت لو تجي الحين عندك هاي الشهاده كاجنبي كم بتاخذ كمواطن كم بتاخذ صح فعلا نحن ما نبغى نساوي نقول نحن اعطونا النص زين واعطونا المجال انك انت تعطي الفرصه اني انا مو بتعطيني في الطواري يعني الحين انت يعني فعلا لما يضيع الفريق ولا شيء انت تمسكني تقول لي تعال امسك انا ترى مو عندي عصا موسى انا ابدل لك العالم صح كله صح يعني اعطني وقتي انت مثل ما تعطي الثاني اعطني على الاقل معسكر جيد اعطني لعيبه جيدين عشان انا اعطيك انتاج صح صحيح لو تعطيني 2-3 شهر انا اعد الفريق صح و اسوي اللي اريده انا وهيئ نفسيات من المباريات القادمه بعدين اخذ النتيجه بس حلو. انت الفريق بينزل درجه ثانيه تعال يا فلان امسك صعدنا الفريق وكل شيء اوكي يعني صعب الكلام اللي يصير و انا ما الوم الادارات انا لان نحن بعدنا في البدايه يعني الحين نحن نتكلم على كم واحد عنده شهايد عاليه في الدوله فعلا يعني تونا نحن ما صار لنا 2-3 سنين يعني نحن دخلنا في هالمجال وتعلمنا من في دورات حتى على الله إيه ماخذين دورات نحن من الخارج يعني وجونا حتى من الخارج حتى احيانا اظن تاخذون دورات من الكباتن نفسهم يعني او المدربين نفسهم اعتقد تكون يعني نحن لا يجيبونا محاضرين من المانيا ويجيبونا من فرنسا ومن ايطاليا على اعلى مستوى الاتحاد يعني مو مقصر حتى مجلس ابو ظبي مو مقصر ما شاء الله يعني كل فتره وفتره يجيب لنا ورشه عمل من جميع العالم يعني بس نحن مثل ما قلت لك نحن نبقى تطبيق الاحتراف شويه بس شويه بس صبر علينا وشويه ثقه ان شاء الله ومثل ما تشوف انت الحين عندك كابتن مهدي والله صراحه متخرج معانا في نفس الدوره اللي فيها زين احسن نتائج صارت مع منتخب الامارات الا في شيء واحد بس فرق انه كاس العالم رحنا مع زجاله بس اما في النواحي الثانيه كابتن مهدي ماشي
احسن ما يمكن يعني. فعلا مقدم فريق حلو، مقدم فريق حلو. هو الجيل هذاك افضل صراحه، افضل جيل صراحه كان فعلاً. متعه لا زال، لا زال ايضا الصف كله مواطنين. فعلا عشان ما تقول فعلاً. كل الصف مواطنين يعني، من مدرب، من مساعد، من مدرب، من مساعد، حتى اظن الطاقم الطبي ولا لا الطبي بس الوحيد اللي بنتونس، الباقيين كلهم كلهم ما شاء الله مواطنين. يعطيهم صحة الله يعافيك، بس نحن نبغى بس هاي الثقة. تعليقاتهم القادمة وإن شاء الله الثقة راح تكون موجودة. يعطيك العافية إن شاء الله. هم بانا نتكلم نحن أنا مع الكباتن بانا نحن نتكلم عن التحدي وعن التحديات يعني. إيش حال إيش حال تحدي وياك؟ أي بينج بول تعرفين تلعبين بينج بول؟ مين؟ أي عادي معك؟ تنس الطاولة؟ أي يلا أوكي. أبو الحاي خبرني شو الألعاب يمكن اللي مارست أنا غير الكرة؟ إيه كثير والله والله. يعني انا مثلا اول ما بديت في النادي سباحه ما شاء الله عليك، وصلت مرحله اني انا كنت العب سباحه وكره قدم في نفس الوقت. تفضلوا وياي ومحمد خيروني بعدين قالوا لي يا انك تروح سباحه يا تطلع كره، قلت لهم لا اخوي الكره احسن بوايد. كره افضل روح كره احسن. حياكم الله. ها شعرنا هلا. ها شو اللعب عاد؟ اوه لا بتتحدون الله. اول شيء انا وعريض بنعلق عليهم. تعال تعال حياك نيل هاي لا تشرد. يلا فرق تعال تعال هني. ومحمد المحرز اللي هم عليك امرتي هني، وعريض انت المفروض تكون عندي في الوسط. انا وين هني؟ انت المفروض تكوني تفضل. وش رايك فوق هيك؟ زين وبنحسب لكم انا وعريب، وعقب انا وعريب بندخل في جوله التحدي. ليش فيها عريب؟ انا مالي في شيء صراحه. بس خلونا اجيب الكوره موجوده كل جوله. مسمينها الجيمات هذيل. جيمات حلو حلو. ها زين يلا شعر. اول شيء اعطونا شعار تعرف؟ والله انا ارسال اول شيء يلا. هذه لا تدقها مره ثانيه على طول. شو اسمه؟ عند الارسال. عطني عطني شكلك ما بتاخذ كثير. والله بجرب. انا ما اعرف وين هذه. واحد زي غير اللون يمكن الفال غير اللون. اعطوا واحد. شو تبغى شو تبغى؟ هدي هدي. لا ما اعطيتوني مجال. بتي المحرز ياتي. بتيجي المحرمي. بتيجي المحرمي بعيسى. المحرمي اسمع لي. يلا يلا احسن. هاي وحده حقك. خذ وحده. هاي وحده يعني ثلاثه. خلصنا كلنا ذي. عيسى عادي عيسى. تراك نسيت قلت لي المحرزي. اسمح لي يا الغالي ما عليك. المحرم المحرم اسمح لي يا المحرم. قبض. ايوه قلت لك فال. اه لا والله شديت علي. هدي هدي خلاص شو شو. ها عريب ليش بالمنافسه؟ الله دق المفروض دق بدقة واحدة. ها ما شاء الله. بس الحين دقة واحدة. كمل. ما شاء الله ما شاء الله. روح. يلا زين زين. عريب ما تحمستي؟ شوي. الدور جاي أنا وأنت يا عريب. يلا أوكي. يلا يلا نحن نشجع يلا تعال. لا 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 يا غالي لا 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 أنا حسيت أنا بالك عند حد حد غالي عليك. تعال تعال ولها التحية محمد المحرزي فعلا ممثل ما شاء الله عليه موهوب وبادي وانطلق أيضا انطلاقة جيدة صراحة. تلعبون بكرة حلوة ولا كرتين؟ خليك أوكي أنا ضيفة. يا جماعة الخير يلا تراني ضيفة. أنا مع الفايز مثل ما قلت. مع الفايز أنت خلاص رأيت المكان ولا يهمك. روح يلا بداية بس. بداية ما تطمن. واحد في قصف في قصف. بس انا ما شوف تشجيع وياي معي. شوفنا احنا الحين لا لا رايحه فوق. اقول لك عطها هوي حماوي يا ريال. تحت تحت صدتي ما ادري في قصف في قصف. لا احنا لا فازت 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 افا اذا غير لون طول عمرك. برتغالي برتغالي يلا بنجرب نغير لون. ادي عصاك بس. ايوه والله شوي باقي شوي باقي. يلا ايوه اقوى شوي بس بس زين. ما في وصفات الحياة. لا لا مو بس زين بس زين بص والله وهي صراحة صراحة بعدين طلعت بعد اسبوع بعد اسبوع انت بخير بعد. يلا بال وين راحت عند الاكل دوروا شيء تلعبوا شيء ثاني غير هابوي.
يلا ليش ما تلعبون تيل؟ انا لا نبغي نسحر عريب الله يخليك بلاها الطلقات هاي اللي ما ادري وين تطهرينهن نبغي نتسحر ما في اخر شيء تطلع داخل شو اسمه؟ ان شاء الله لعبوا تيل يا جماعه احسن يلا لا 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 تهور لا تهور بس زين اعزائي مشاهدين ومتابعي قناه بينونه خلونا نروح الفاصل صغير نرجع لكم مره ثانيه مرحبا الساعة أعزائي مشاهدين متابعين قناة بينونة وين ما كنتوا أحب أرحب فيكم وأحب أيضا أرحب بضيوفي الكرام أمسيكم بالخير مرة ثانية الله يمسي عمرك بالخير بالساعة ويا تمسينا بالخير الدنيا صبح الدنيا صبح خبرينا عريب بداياتك كانت ويا الملحن الكبير علي كانو أكيد مؤسس الفن الإماراتي الأول فعلا معروف طبعا غني عن التعريف الفنان الاستاذ علي كانو من الملحنين اللي اطلقوا فنانين كثير في بداياتهم مسيرتهم الفنيه صحيح وكانت بدايتي معاه وكانت بدايه اساسيه في بدايتي للاغنيه الاماراتيه والشعبيه بالتحديد حلو ما ادري يعني انا قلت هم يطلبون من عندي تغنين وتسمعين شيء من الحان علي كانو طبعا ما انا اللي غنيتها ما اللي غنيتيها من الحان علي كانو زين ما ادري بتسمعينا شيء ثاني قريب شيء تدندنين بسيط طبعا انت تعبانه وزي ما اتفقنا لا على فكره ترى مشاهدينا شوي قريب فعلا تعبانه وصوتها مو يعني ما ادري ماكلها شيء يقولون هم تو بيقول ماكله هواء لا شو يقولون ها ماكله برد محشومه ماخذه برد ماخذه برد ماخذه برد فمن الله يا حب الوحيد فمن الله واترك ما تركته وبارك لك على الحب الجديد وعزي قلبي اللي ما نصفته الله هذه من كلمات الشاعر اللي بوجه له تحيه اللي من زمان ما سمعنا اخباره كيفه الاستاذ احمد الشاوي بوجه له تحيه واقول له كل عام وانت بخير ومن الحان الملحن الكبير استاذ علي كانو ما شاء الله عليك وهذه وانت مريضه و والله مش كلام والله مش كلام ماخذه برد اي صح مو مشكله استاذ محمد المحرمي انت ترفض كتابه الشعر الغنائي صح ليش خبرنا والله شوف انا الشعر طال عمرك بروحه رساله كل اللي يقدم له رسالته الفنان بفنه والشاعر بشعره ولكن انا لكن اذا انت لو تلاحظ الشعر والفن وكل الشعر والموسيقى هذه ترى يعني يربطها يعني شيء واحد في النهايه فانت ليش ما تشوف انه الشعر او الشعر المغناه بالنسبه لك يعني مو والله يعني والله انا شو بخبرك انا طال عمرك الفتره الاخيره هذه للامانه يعني الشلات يعني صراحة أصبحت يعني متطورة وحتى توزيعها من تسمع توزيع الشلة يعني سبحان الله كأنها مغناة للأمانة يعني وفي أصوات كثير يعني محترام الشيد الفنانين ولكن أنا وجهة نظري أنا حبيت لون الشلات يعني صراحة للأمانة ويعني هذا اقتناع في نفسي يعني قناعة في نفسي يعني محترام الشيد الفن يعني كلمتي انا بواثق منها يعني باختصار يعني حلو الحاي شو اخبارك ويا الفن وهالامور انت متابع للفنون والدراما الغنائيه ولا المسلسلات ولا المسلسلات تو سمعنا قصايد عيسى من شوي ما شاء الله وين انت ابو نعم قصايد نسمع شيء من كوره وشعر احنا مفهوم برنامجنا والدردشه والسوالف ونسمع شيء ونعرف الشيء الإنساني منكم أكثر من المواهب اللي أنتوا تقومون فيها يعني فنتمنى لو نسمع شيء منك يا الحاي أنا قاعد أضحك يعني وسوى سوالف بس يا رأي من جوجل عادي من جوجل لا هو لا هالكلمات من كلماتي أنا بس يعني من كلماتي أنا بس
كلها يعني خواطر ما به شعر يعني من الاصل حلو يعني حلو يعني شيء من خاطري وطلعوا بس نسمع نسمع شيء من الخواطر بس ابعدنا من شوفي خاطرك يا الحاج ما اقطع كلامك عيسى ابعدنا من الخيانه ترى لا مو خيانه ما اعطيك نعطيك شيء ثاني انزل قصيده خاطره ولا قصيده يعني انا اسميها لان ما يخصني في الشعر خاطره يعني وحداويه بيتفاجئون ببي مع الشاعر حلوه في في وحده يقول سامحيني سامحيني ورجعي ذيك المعاني حسسيني بغلاتي لو تكذبين اشهد انك لو تركتيني ثواني الثواني في عمري سنين انحرف حبك بقصى وجداني وانت حلمي واليقين اسمعي اسمعي لو تركتيني ثواني الله الثواني في عمري اصبحت سنين ما يهمك لو شفتيني اعاني المهم لحياتي ترجعين انحرف حبك وقضى وجداني وانت حلمي واليقين اسمعي لك العمر فاني واخذي عمري لو تبين وانا كل ما ابحرت لو ثواني في بحرها يزداد الظنين هذه خاطرة بس يعني خاطرة هذا نقدر نقول هاي مو بشعر قنبلة هاي مو بخاطرة لا لا ما شاء الله مبين أبداً مش عيب على فكرة الفن الكرة الرياضة الهوايات فعلاً الشعر فعلاً كلها تحت مسمى واحد حتى الخواطر صحيح اللي مثلا هو قاعد يقول هي خاطرة خاطرة ممكن أي إنسان مثلا يسمعها يقول الله يعني الله تضرب حلو على الوجع أو على الوتر مو ضروري تكون إنسان بروفيشنال في تقديم صحيح الشيء في عندك فنانين الآن أصواتهم أكثر من رائعة عرب ومقامات ومش عارف شو ما يوصل لك الإحساس اللي يوصل لك إياه إنسان بسيط جدا إيش تبي واحد كرت أحمر أطلع برا فهمت علي أصفر أطلع ما له شيء الأمان أحلى شيء وفي عندك فنانين أصواتهم محدودة جدا يغني لك أغنية توصل لك من الإحساس توصل لك من القلب مو شرط العضلات يعني المهم إنه توصل الإحساس يعني قاعدة تتكلم يا جماعة الخير في صدق يعني متأثر والله العظيم يعني أوكي. لا فعلا زين نبغي نشوف شو داخل الظرف اللي سحبتوه يا بس أول ظرف أنا أخذته لك كرت أحمر يعني أحمر يعني أطلع برا تفضل قدمي بدالي البرنامج أنت الخير والبركة شو مكتوب لك؟ تحدي أوكي حوار حوار مع الشيف أوكي بعد هاي توهقت فيها عطني وانت شاعر تحدي تحدي بعد تحدي تحدي حاطه عصا الحاي تروح عند زينب بتخبرك اكثر عن امور الطبخ وهالامور بتحاور وياها بتناقش وياها شوي وانا ويا محمد ابو جاسم وعريب بنروح للتحدي وبنتحدى وبنشوف منو بيفوز منهم بنبشرك يلا بس تفضل وياي عيل اللي بشاره من الحين شاعر بس اقول لك بس حورنا الحين ما عليك ان شاء الله شوف كلهم كلهم الحاج صار الله في السحور ها كلهم عينا ما هيا الله بالمحرم اي بنلعب لعبه ثانيه واظني ان هذه اللعبه انت شفتيها بما انك انت لعبه ذكاء مال الورقه شو تبغي شو بدك الحديده شفت الحديده مال الكاراتيه عشان اقول لك اني انا متابعه انا اتابع بينهم اذا انا احبكم شفت مالت الحديد والصعبه المصري يعني الصعبه اللي الصعب مال الورق مال الورق صعبه الورق ما شاء الله عليك تشكرت اول شيء على متابعتك للبرنامج وهذا فخر لي وسام ايضا اضعه في صدري زين اخذت تست في اللعبه اعطونا هي شافتها والله تابعت مو تابعت انا ما تابعت للاسف انا ما تابعت افا ما يصير يا محمد المفروض تابعنا خلاص انا من اليوم بسوي عرض وياك اشكرك اشكرك ان شاء الله زين منو يجرب انت ولا داخلها بتكون في انا تابع ما عليك انت بس زين يلا ما دام مو متسحرين بعدنا الامور طيبه تطلعين شيء اي ادري عطني العصا لمن عصا كيف العصا لمن عصا بتشوف عيني بتعرف ما شاء الله الحين يلا اعطونا وقت يلا هاي واحد اثنين يا أخي أحس قاعد أسوي سوشي أصبر أصبر لازم كلهم ثلاثة لازم كلهم المفروض هاي لعبة المكعبات نفسها هاي عرفتها بس 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 حرام عريلك عريلك لو عريلك ما تسمع الصوت وصل للأخير يلا مرة ثانية مرة ثانية أوكي بس والله لازم كلهم يعني والله حرام شرط يعني كلهم زين كم عشان أفوز يعني أعطيني خمس سوي لي خمس أوكي هاي الثلاث إنزين والرابعة لاصقة ها ترى غش قاعد تحرك آخر أغنية صورتيها شو كانت عريب ما أعرف ما أتذكر إنزين ما طاقني
صعب 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 الغشاشين مو بس بالأكل كمان. يلا الحين لازم المحرمي لازم اشول انا ترى اسمح لي عاد بالعسل الحين بعد نحط هنا لازم ايوه لازم تشلها ما يصير والصبر والصبر عسم كنا الجيمات ايه قاعد يغمصهم بس لاصقات حرام والله سلي سلي سؤال عشان توتر ها إيه ليش ما تحب الشعر يغنى بحناجر الفنانين سؤال اخر سؤال شفت اعطوه موسيقى الفشل مو بس انا بعد مصر مصر بنشوف بنشوف إيه يلا يلا طبعا فرصه ثانيه يلا هاي ثانيه ذكرني اكلم ابوك برنامج هاي ترى افا كل هذا عشان ما تخلي الفنانين ما تخلي الفنانين يغنون مكعبات هاي عشان الفنانين ما يغنون الاشعار تعالي تعالي وين رايحه تعالي شو اللعبه اعطونا لعبه اسهل عنها ان شاء الله هاي هاي اقول لك مش متسحرين مو مركزين يعني ما بركز وياك ما عليه زين احب اتسحر هاي دوتش عريف حطيها في راسك صدقت حسستني وفضاء صدقت خوذه خوذه زين عريب بخليج الثانية تلعبين لأن ما يصير يعني ظلم ظلم صح يكون يعني هي مساواة بين الرجل والمرأة زين شو تكون مساواة بين الرجل والمرأة عطينا تست اللعبة كيف اللعبة كالآتي يعني شل كورتين زين أعتقد إنك شفتيها صح لا أنا شفت ما صعبة لعبكم لا لا بالعكس يا أخي كيف تنتين ما يصير ظلم يصير يصير تفضلوا إذا اللي كل يوم يلعبها مو زين وحياة شاي حبتي إيش رأيك إن شاء الله إن شاء الله سوي هطلع كرت احمر ليش هو من اول كرت احمر لازم تدقني وتروح ها لازم وحده هي ترى قلت لك الف مبروك الله يبارك فيك طلع على سوي خيانه زين لا ما لك يا الحين الشاعر زين اول شيء الشاعر المحرمي يلا يلا اعطوني وقت عندك ترى مو انتفاضه عنده تركيز عنده تركيز يلا يا المحرمي ليش تنتين تنتين عندك هذه واحدة شو تقول قصيدة الضبياني المحرمي شو تقول أول ما طلعها ما أذكرها والله مش مركز وياك ما أذكرها أيوة هاي تنتين هذا تركيز صدقين شاعر أعطيته عين شوي عشان ما شاء الله ما شاء الله أشكرك أشكرك يا المحرمي زين ممكن بعد وقت إيه في وقت كم باقي لك باقي 22 ثانية إيه حلو يلا الحق حلو رجت نفسين بقوة ترى أنت شيطان ها قاعد تسوي مشاكل يلا حلو والله كم باقي 6 5 4 3 2 1 وخلص الوقت ومبروك ثلاث الجيمات ثلاثة وبيض ها؟ وبيض ترى هذا غش بعد ثلاثة ثلاثة الجيمات زين شو اللي بتطالعهم المي عادي عادي يلا يلا بدأ الوقت على طول متحمس يلا أعطوني وقت يعني راحت راحت وين أيوة أيوة عطني تعليقك عطني تعليقك لا 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 مو أنا أسف أنا أسف ثنتين ها ثنتين واحدة ثنتين أعتذر يا أخي زين زين بيروح الوقت بيروح الوقت بيروح الوقت ايوه واحدة ما بتجيبينها بشكلة ايوه هاي الثانية يلا نسوي لكم يلا 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 ضيع شيء ثاني انا مصر انك بتفوزين عاد بمشي يلا راحت يا اخي عاد مو مشكلة سوي بنتي عادي ترى من ضمن اللعبة يعني زين ها تنتي ايوه شي يعني ما لا 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 تنتين خلص الوقت باقي ايوه يا اخي ترى من يضحك اولا يبكي اخيرا عاد بمشي يلا هدي شوي خفي لا ممكن لو سمحت تشيل الكاميرا هاي كان انتهى الوقت لسه لسه انزين هاي البس في الاكل انا معاكم ما شاء الله يلا جيبوا لا زالت واحده يلا جيب خلص الوقت جيبوا عليها كم باقي كم باقي اعطوك انت ما سمعتي الله الله شكرا شكرا ميرسي ما شاء الله عليك كم باقي خلص الوقت شكرا غلطتي على المحرم شكرا الله كيفتي ما يصير خيانه لا ما شاء الله المحرم يبدع هاي ايوه من زين وتفوق عليك عشان تكون يعني صريحين
وان شاء الله انت المرات الجايه تقدرين تتفوقين ان شاء الله. حياكم الله ويايا. وين لعبه الورق يا اخي؟ والله يا اي لعبه هاي بتحطوا جلاس ورقه جلاس ورقه نسيت. اوكي بخلي شيء زهر. عيسى اللعبه هاي صراحه بشلها الاهل. عيال اختي ابال عيال اختي صراحه. تعال تفضل للامان مو علي فانك. طيب صراحه انا هاي انا اشوفك ابدعت الحاي. لا وين الحاي مش وياي. لا ابوي اشوفك بديت سحور الحاي. قلنا نعرف الموضوع. انا ويولدون. حياك الله. تعال تفضل تفضل. ها كيف كانت المنافسه؟ شريفه كانت؟ للامانه خليك محضر خير. للامانه البرنامج متميز. الله يسلمك. وانت الاميز. الله يسلمك. صحيح. وكل الشكر والتقدير لكادر برنامج. الله يسلمك. قبل السحور وصدق والله احنا نتريس. تسلم والله يا المحرمي. الامانه انا افتخر فيها. انا امانه وصمت في صدري. يعني يمكن اغلب نحن اغلب البرامج اللي شاركناها برامج شعريه ولكن كتنوع شوي انا شفتكم صراحه تميزتوا. نجمع بين الفن ونجمع بين الامانه. والله تميز ايضا. شو رايك الحاي؟ لا حلو كسر الروتين اللي موجود في صراحة البرنامج. روتين انك والله. تكون على طبيعتك وتكون حر تمشي وتروح وترد فعلا. ما تكون انك متغيد وما شاء الله يعني الكاميرات في كل مكان وال ما تحس ان في كاميرات ورا عيسى. عندي طلب انا من اسره او من الكادر الإداري أو الأخوان في قناة بينونة. إن شاء الله نبقى بعد الريوق برنامجكم الجاي. بعد الريوق. بعد الريوق نتريق بيض مسلوق وعقب على طول التحدي. إن شاء الله بإذن الله. للأمانة برنامج متميز. الله يسلمك يا المحرمي وهذا فخر لي طولي بعمرك. وأنا شخصياً أسامة ضع في صدري بس خلوني وياكم أرحب بضيوفي حمد المنهالي هندسة طيران وسعود مزروعي هندسة الكترون. ونعم بنشوف ما شاء الله شو مخبين لنا بنعرف اياهم اكثر. حياكم الله يا المزروع والمنهالي. مرحبا باخوان شمع. مرحبا الساعد. الله حيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا الساعد. الله يحفظك ويصحى لك. مرحبا الساعد. مرحبا الساعد. انا المزروع. مرحبا الساعد. واحد لو ما عليك ممر يقعد هناك وواحد هنا. الله يسلمك. بس لو تسوي مكان هنا لا لا في مكان واحد هنا نعد. بس ما شاء الله انتم ما عرفتوني عليهم قبل. شو اسمه منو منكم المنهالي ومن منكم المزروعي؟ المنهالي وانا المزروعي. سعود المنهالي. نعم بحالك. تفضلوا. ما شاء الله هندسه طيران. هندسه الكترونيه. هندسه الكترونيه وطيران. الكتروني وطيران. خبرنا قبل وكلمت وخبروني ان في لكم طائره بدون طيار صح؟ صحيح. خبرنا عن هذه التجربه. شفتي انا شوي بلكم اشياء ثمينه طبعا. عيسى مو شي هدايا عندهم تستاهل فعليك حق لا هدين بطيران هاي اللي عندهم تستاهل. خبرنا عن هذه التجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطياره اول هي مسابقه تقام كل سنه في امريكا. حلو. المسابقه صار لها 19 سنه. حلو. تشارك فيها من اشهر جامعات العالم. جامعة خليفة طبعا شاركت السنة الرابعة التوالي. البداية كانت ما في خبرة مع الوقت تحسن لين وصلنا إلى هالمركز اللي جبناه المركز السابع على العالم. ما شاء الله. جامعات عالمية فيها في الهندسة. كانت جامعتنا جامعة خليفة ممثلة بممثلة الشرق الأوسط. حلو حلو. على 66 جامعة حصلنا على المركز السابع. الخبرة شوي تقدر تقول تونا يعني طلاب في كانوا جامعات مشتركة بدكاترة بماسترز وحصلنا على المركز السابع كنتيجة إن شاء الله نستاهل إن شاء الله في المستقبل تكون الأول إن شاء الله. خبرني في هناك يا المزروعي صعوبات واجهتكم في البداية ولا؟ والله صعوبات جتنا هني ونحن في الإمارات. الفريق يتكون من 15 طالب والفريق طبعا فيه اقسام يكون قسم لبنايه جسم الطياره في قسم يكون مسؤول عن الكهرباء في الطياره في قسم يكون مسؤول عن جناح الطياره. حلو. فاصعب شيء كان يكون التوافق بين هالاقسام. حلو. يعني يجيني مثلا واحد من القسم اللي يشتغلون على الجناح يقول لي انا انسيابيه الجناح ما اقدر ازيدها عن القدر المعين الفلاني. حلو. فاباك انت تزيد لي قوه المحرك في الطياره. عسي انا اشوف قوانين المسابقه، قانون المسابقه يقول لي ممنوع تزيد قوه الطياره عن الامبير الفلاني. ارجع انا لهذا اقول له لا ابغاك انت تزود لي الجناح. حلو. عشان يشل الطياره ويشل الوزن المطلوب في المسابقه. حلو. اذا تعديت انا
الحد المسموح لي بيعطونا فشل وبنطلع من المسابقة. حلو. فشوف هني الصعوبات تكون بالتناسق بين الفريقين نوصل لطيارة. شو النقطة المهمة اللي يبون نوصلها كطلاب؟ شو اللي نتعلم منها في المسابقة؟ أن نستخدم قوة بسيطة جدا، نستخدم نحن في الكهرباء يسمونها 15 أمبير، هذه جدا بسيطة أني أحرك فيها يمكن ساعة أو منبه، بس أني في هالقوة البسيطة أطير طيارة وأشوف فيها أوزان، ونشوف فيها أوزان بعد. وزن الطيارة كان كيلو وشوي، على وزن الطيارة شلينا 2.5 كيلو زيادة ما شاء الله. فيشوفون جناحك يتحمل، الفيوزلاج يتحمل، أشياء تتحمل. فبس الصعوبة كانت التوافق والوصول لطيارة معينة بقوة بسيطة تشل أوزان. حلو. الحمد لله. فمن 78 للمركز السابع خلال 4 سنين. حلو عليك. والله بيالله. من هاني خبرني، في هناك كان مشاركات دول عربية غير دولة الإمارات أخرى؟ طبعاً شاركت جامعة على ما أعتقد من جامعة قطر، ولكن ما توافقت بأنها تجيب الطيارة وتطيرها. حلو. لأن توهم أول سنة يشاركون. فما طيب. يعني لكم مشاركات؟ احنا 4 مشاركات، هالرابع ما شاء الله. هذه رابع هذا مستوى العالم وبدايه وايد. هذه اخر سنه اللي فاتت هي السابع من بين 88 فريق على مستوى العالم. على مستوى العالم، على مستوى العالم. ها شيء جيد صراحه، والله بدايه والله وايد طيبه فعلا. ما شاء الله عليكم. فيعني نقول، نقدر نقول كنتم انتم المشاركين فقط ودولة قطر. ودولة قطر التطيير في هذه السنه، في هذه السنه 4 سنين. نحن العرب من الشرق الاوسط الوحيدين ما شاء الله خلال 4 سنين. عيسى ما تخبرتنا، يعني ما قطع على كلامك، انا بس بتعلم منك. يعني راح اكف عليك يعني احنا ودنا اذا عندهم عرض نبغى نشوفهم يا اخي، نبغى نجيب. بالعكس يا اخي هذا شرف لنا. سؤال حلو جيد والله جد. يعني فعلا في هناك معارض تشاركون فيها او شاركت. الواحد يقدر من خلالها يشوف، يقابلكم ويشوف اختراعاتكم الجديده اللي قاعده تصير وياكم؟ يعني الحمد لله في معارض عرضنا اكثر من مثلا السنوات اللي طافت. في عندك معرض نجاح، تم عرض الطيارة اللي مش هاللي فازت لنا قبل ما اسوي الطيارة هاي. حلو. وفي معرض اللي هو الجامعات اللي نسويت الدولة في أرض المعارض. حلو. تم عرض أيضا الجامعات أكثر من بروجكت، يعني أكثر من مشروع غير الطيارة. في عندنا الجامعة توفر مشاريع. حلو. في السيارات، في الإلكترونيات، في أشياء ثانية تفيد المواطن ولا تفيد الدولة. شو شروط الانتساب مثل هذه المسابقات عفوا مزروعي؟ شروط المسابقه ان يكونوا طلاب هندسه اول شيء، ان الجامعه تكون جامعه هندسه. وطبعا في جامعه خليفه احنا جامعتنا كلها تخصصات هندسه، تخصصات ما عندنا طب والاشياء، كلها علوم وهندسه ما شاء الله عليك. فيكون قوانين المسابقه تنزل في شهر 9. حلو. فنقدم طلب كفريق، نحن طلاب، كل الطلاب لازم يكونون مهندسين. كم في الفريق كم طالب؟ هني ما في عدد محدود، بس نحن دائما نحط ليمت من 12 ل 15. حلو. لان ان زاد عدد الفريق عندك بتتعقد الامور شويه. حلو. احنا نحاول نقلل العدد لهالسنه الجايه، بيكون تقريبا بس 9 8. حلو. عشان يكون التواصل اسهل. وال عندهم مواطنات يقول لي من شويه تلاقيته. يس. عندهم مواطنات بعد. احنا بعد متخرج عندكم يعني طلاب وطالبات نسائي بعد. الفريق النسائي فعال هذه. نعم نعم. نصف الطالبات اللي كانوا معانا كان هم مهندسات طيران، وعندنا مهندسات ميكانيكا مسؤولين عن الجناح. حلو. يعني تقدر تقول ان الجناح الطياره كان بس البنات شغالات عليه. اي نعم. وباقي الشباب شغالين على الكهرباء وجسم الطياره. كان في دعم حكومي للمشروع؟ هي نعم. كنا والله هذا الموضوع شوي تعبنا فيه، ان كنا خضنا شهر كامل ان نشوف حد اي دائره راح تدعمكم او راعي رسمي. نعم. او سبونسر يعني. هي نعم. فتوجهنا لكذا شركات، والحمد لله بعد شهر من ندور يمين يسار حصلنا شركه توازن. حلو. ما قصروا ويانا، موجودين هم في بنايه المعموره اظني مكانهم، وخاطبوا اداسي اللي هي شركه تابعه لتوازن. الحمد لله دعمونا بمبلغ معين وكفانا والحمد لله. حلو. عريب. نعم. لقائك بالملحن والموزع الموسيقي محمد صالح شو ضاف لعريب؟ ضاف صفحة جديدة فنية مختلفة تماماً عن بداياتي الفنية الإماراتية. أصبح في عندي تشعب. حلو. يعني كان في تنوع، تنوع أنا أسعدني كفنانة، حابة أبين طاقاتي، حابة أبين اللي حلو. عندي خامات صوتي. فكان مع محمد صالح أضاف لي أكيد 100%. حلو. لو تلاحظون شوي عريب رقدت ها؟ شوي لأن غشينا فظهر فأثر الغش على شوي يمكن شوي. لا أنتم الخير والبركة، بوجود الكابتن اللي أضاف لنا بسمة بهدوءه، وجود الإخوان الإماراتيين اللي فعلا
الإمارات المفروض أنها تفتخر فيهم، مبارك الله فيهم على هالجهود هاي. طبعا شاعرنا الكبير الذي لا يعترف بأن الفنان لازم أن تغني، ولكن شاعر إن شاء الله إن شاء الله نغني لك شلة الله. شلة ما في مشكلة. شفت عاد كيف؟ المهم بس هو دوتو أنت وعيسى. إيوه بس إن شاء الله وطني تشرف. نعم نعم للوطن طبعا أكيد أكيد. وتشرفت فيكم كلكم وشاي وقهوة. أنت يعني ليش تشرفت فينا وما أدري شو يعني بتختمين البرنامج؟ صح صح. أنا عاجبني الجو صراحة وأبغي أكمل وياكم. عيسى بعطيك الأبيات أعطيها عيسى. أنت وعيسى عيسى ظل عليك تشوفها شوي. شو أنا أنت وأنت أنت وعريب أنا ما أعرف. أبى أسوي لكم أكشن يا أخي. أنا حطوني لدن. يلا زين حلو الخفيف. سمعينا شيء شي شلة. لا شلة لا. أفتخر لا قلت ظبياني بو ظبي يا لب طاريها. يا لب. يا لب طاريها ذكرها يطرى على لساني يعلم الله حيل أغليها. أغليها. عاصمتنا حلو. تاج لوطاني ما لقينا من يماريها غالية وتفوق لثماني. عندنا محدن يساويها. افتخر لا قلت ظبياني بظبي يا لب طاريها ذكرها يطرى على لساني يعلم الله حيل اغليها. عاصمتنا تاج الاوطاني ما لقينا من يماريها غاليه وتفوق لو ثماني. عندنا محد يساويها. وافتخر لا قلت ظبياني. وسموح الشاعر غنيناها. يطول عمرك وما قصرت. انت بعيد عن الديو لو سمحت. بعيد عن الديو شاعر. بس حصري حصري طبعا. انا اعتذر اني غنيتها. متى تحاسبها بدون ما لا انا اعتذر ولكن كلمات اقول كل شيء يهون ابو ظبي. الله يسلمك. تستاهل تستاهل ابو ظبي. تستاهل. حليت القصيده عشان وطنية بس. عشان وطنية خلاص تستاهل. أي نعم. تستاهل. يعطيكم العافية. قلتم. وما شاء الله عليكم يعني. نحن صدق صدق. أنا شل شلة. شلة. صدق ما حسينا بالحلقة. خلصنا؟ لا وين لا وين لا. خلصنا. ليش مستعجلين يا جماعة الخير؟ نبغى نعرف شو صحونكم؟ جديدة. لا 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 لا. شريحة جديدة شو؟ لو تلاحظتوا محمد نطر كان شو صحونكم؟ هاي شو تخلعك سوالف كذا شو صحونكم؟ بيتي قريب ما عندي مشكلة. محمد المحرمي نبغي نسمع نحن منك شلة. أنا مو شلة. أبدا؟ لا ما ليش؟ أبدا ما ما جربت. صوتي كربن. إذا خبرنا عن تجربتك في شاعر المليون محمد. والله أنا طال عمرك شاركت. ولكن الله ما كتب لي في 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 الوصول 48. اي كان لأن اي موسم لان كانت النسخه اللي كانت فيها بن فطيس. بن فطيس والاخوان يعني الشعراء. ولكن انا ما كنت اصلا مشاركتي في في في, في النسخه هذيك اخوي عيسى كانت متاخره يعني اخر يومين يعني. الشعراء اللي شاركوا ما شاء الله عليهم من شهرين محاضرين قصايده. فما الله كتب لي يعني. كنت مشاركتي كانت مشاركه بس معنويه يعني لا اكثر ولا اقل يعني. ان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله يكون لك نصيب في هذه الامور. وانت ان شاء الله تكون سباق في ايضا في هذه الامور باذن الله. والله يوفقك يا امين محمد. وانت شاعر ما شاء الله عليك مرهف الاحساس مثل ما انا يعني. انا لا انا انا باك العمل عندي عمل وطني اباك ابى اتعامل وياك ان شاء الله. خلي الشهاده ان شاء الله. نعم نبغى ودتو افتخر طول بعمرك وهذا فخر لي. افتخر لك اطلب يعني. افتخر لك اطلب يعني. اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه بينونه خلونا نروح لفاصل قصير وان شاء الله راجع لكم مره ثانيه. وعيونكم دائما على قناه بينونه. مرحبا الساعة أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة بينونة وين ما كنتم. أحب أرحب فيكم من جديد. وأحب أيضا أرحب بضيوفي الكرام مرة ثانية. ونرد لكابتننا الحاي ونقول للحاي كيف علاقتك ويا كيف علاقتك كمدرب مع اللاعبين؟ خبرني. العلاقة لازم أنك تكون أنت تأخذ أول شيء ثقتهم. ولازم أنت تكسبهم من ناحية معاملتك معاهم. لأنك أنت إذا ما قدرت أنك تقنعهم بأنك أنت تبي تأخذ مصلحتهم وأنك أنت تكون غدوة لهم ما بيعطونك أحسن ما عندهم. لأنك أنت اللاعب على حسب المرحلة يعني. إذا كانت مرحلة من 18 سنة يكون هذا الجيل يكون
دوم يحب يعاند، يحب انه يثبت وجوده، يحب انه يكون له راي، لازم يكون له شخصيه، يغلد كثير، لازم انت تعرف كيف تتعامل معه وتاخذ منه على قد ما تقدر عشان تخليه يندمج في التمارين، لانك انت الحين في مغريات كثيره تلقاها في المجتمع، يعني يقدر يروح عده اماكن، بس كيف انت تقدر تخليه يلتزم معك وياخذ تعليماتك حلو ويمشي حلو على اللي انت تريده؟ هني الصعوبه في الفتره هذه. حلو. نجمه عريب. حبيبي برشلوني يموت في برشلونه وانا مدريدي، لكن بغير العيون تحول برشلوني يا بيرضي عيوني، ترك مدريد لجلي ولبس في الحب لوني. انزين خبرينا عن هذه الاغنيه، هذه كان رد لاغنيه حسين الجسمي، كلمينا عن طبعا كانت رد وكان في اخذ وعطى في الموضوع ولا والفنانه ما صدقت، وحسين الجسمي طلع اغنيه عشان ترد عليه. على فكره هي مش اغنيه للفوتبول او للكره، او هي اغنيه انه فاني يعني فان للحبيب، انه حبيبها يقول حبيبي برشلوني. حلو. هي للكلام الاصلي لحسين جسمي، هي لحسين جسمي شو قال؟ حبيبي برشلوني، حبيبي برشلوني يموت في برشلونه وانا مدريدي، لكن فاجيت انا رديت عليه اللي هو على حبيبي، تحول برشلوني بيرضي عيوني، ترك مدريد لاجلي ولبس في الحب لوني. فانا رديت على هي ردا يعني طبعا كقصيده وايضا كاغنيه طبعا يعني. طبعا وفكره سواء كانت رياضيه فعلاً او سواء كانت من حبيب لحبيب فعلا. وجه طبعا تحيه للفنان الكبير، الفنان الكبير المخضرم حسين الجسمي طبعا. شو رايك الحايب هاي الامور يعني اللي اول شيء مدريدي ولا برشلوني؟ انا احب ريال مدريد بس ما شجع. احب ريال مدريد بس ما شجع. بس في شيء هذا الدوت او الرد كان انا سمعته مع خالد عبد الرحمن لتذكار اي شيء بعد ردوا عليه. انا يعجبني دائما الرد على الاغنيه الحلو يكون فيه انه في تنافس شوي. اي طبعا طبعا حلو. زين خبرني المزروعي برشلوني ولا انا برشلوني؟ برشلوني يا اشكرك محمد. برشلوني برشلوني ايضا ما شاء الله. انا مدريدي صدق. انا الانسان اللي خلف خلاف المحامي، لا انا مع اللي يفوز صراحه. اوكي صراحه مدريدي مدريدي يعني في يعني في عندكم يعني برشلوني ومدريدي اختلاف. يلا الاختلاف لا يفسد القضيه. شاعرنا ما خبرنا يعني ما خبرتنا شو علاقتك بالرياضه؟ تلعب رياضه؟ وحداوي سال هاي وحداوي بحث هذا ما انت بعطيك معلومه مهمه. ايش لو بعطيك معلومه مهمه وارجع للارشيف. انزين بعطيك معلومه مهمه وارجع للارشيف. حلو. انا اقولها بصحيح العباره، انا طال عمرك تسميت شاعر الوحده. ايه من الاسم هذا طال عمرك، وتشرفت يعني لقب من ابو زايد الشيخ سعيد بن زايد من ايام الله يطول عمره. للعلم يعني ان برنامج جماهير اللي في قناه دبي الرياضيه اول شاعر بدا في البرنامج هذا اللي يكلمك. بديت بقصيده في نادي الوحده، عقب استوى كل حلقه، كل ما تشوف حلقه برنامج جماهير قصيده، حتى استوى يقول انا برد على الشاعر الوحداوي وانا برد على الشاعر الوحداوي. فعلاقتي بالرياضه جدا طيبه يعني حتى من شعري يعني. حلو حلو. زين نسمع شيء الوحده. ما شاء الله شعارنا اليوم كلهم اليوم وامس ما شاء الله راشد يقولون بالوحده. راشد نعم راشد الرميثي اللي ماخذ البيرق سنه ما اعرف والله ما النسخه اللي قبل النسخه اللي قبل النسخه اللي قبل هذه فعلا 2013 2012 صح؟ من الشعراء المتميزين جدا جدا فعلاً جدا ويستحقوا فعلا اللقب، ومن اشد متابعوني كنت في برنامج شاعر المليون فعلاً يستحق فعلا، رفع راس الامارات عاليا صحيح. من القاء، من شعر، من اخلاق، من فعلاً ذوق فعلاً، من تعامل. بوجه له تحيه وبوجه لعائلته الكريمه التحيه اللي انا على تواصل معاهم. حلو حلو، معناته ان شاء الله بنشوف عمل جديد وياك ويا
الشاعر راشد الرميتي. أتشرف أتشرف كل الشعراء على علم الرأس. هو أيضا كل من يحمل كل من يحمل قلم يكتب عن الـ عن الـ عن الفن، عن الحب، عن الصدق، عن الجهاد، عن الوطن، إحنا نشجع أصحاب الحناجر المتواضعة نقدمها بإحساسنا وإحنا حاضرين. فعلاً طبعاً. عيسى أنا ما سألتك. لبيه. أنت نادي تشجع. والله شوف في وجهك شوف شوف بصدق هو يقول لك المذيع فولورز وايد بيزعلون لا 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 انت بالفولورز تعال ما افتح ما تكلمنا في التويتر تفضل يا اخي ما 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 ذكرتنا بحسابك وتويتر بنتابعك يا اخي طبعا والله انا بس عندي حساب في تويتر وعندي حساب في الانستغرام كله بنفس الاسم اي دبل اس دبل اي بي دي دبل دبل اي على المشاهدين ولا اكتبها مخرج حطه تحت وايضا كيف نقدر نتواصل وياكم يا جماعه خلينا نبدا مع عريب عريب شو نكتش في الانستغرام انا عندي حساب تويتر والله زين ذكروني بنك نكنيم لعريب عشان على الانستغرام تابعوني موجوده دائما ان شاء الله انا طال عمرك حسابي في التويتر الشاعر محمد المحرمي ام اس اي من محمد سعيد علي ام اس اي يو اي اي 2012 ان شاء الله بنتابعك وانت نتابعك ان شاء الله كل مباراه ما يحتاج واحنا نتابع اعمالكم الطيرانيه باذن الله والله وراكم مشجعين ان شاء الله بنشوف الجديد نحن عندهم نعم تحبون الشعر من هالي تحب الشعر من ما يحب الشعر اي والله اهل الامارات ترى شو معنى الشعر احساس من ما في احساس من ما صح صحيح اغلبني في هذه اشكرك والله انت تعرف ان الشعراء يعني القبائل زمان هذا كلام في العصر الجاهلي والعصر حتى بعد الجاهلي القبائل كانت تعرف عن طريق شعرها عفوا القبائل كانت تعرف عن طريق شعرها يعني في بعض من القبائل ما الا من الشاعر الفلاني صحيح ووقت الحالي بعض القبائل ما الا من الشاعر الفلاني لا فعلا صحيح مش لكن هذا الشعراء مو بلينا كل الشعراء انا بسال سؤال يعني للشعراء يعني صراحه تفضل الشعراء يرسمون الخيال حلو ويرسمون خيالات كبيرة حلو بس وينك أنت من الحقيقة؟ وين الشعر الحقيقي؟ مش الخيال حلو أنت أنا فهمت سؤالك يعني ما معناه هناك أحياناً ما شاء الله يعني كثير من الشعار يبالغ في الخيال يعني في الوصف أو المدح مثلاً وهو بتحصله وبتحطه في المكان هذا يعني ما سمعت بالمثل اللي يقولك أعذب الشعر أكذبه ايوه هني يعني قاعد يرد علينا لا لا هذا كلام معروف المثل هذا يعني المزروعي والمنهالي كم لكم ما شاء الله وانتوا ربع يعني اصدقاء والله انا عرفت حمد وعرفت الفريق كامل من اول سنه في الجامعه ما شاء الله اول سنه ما شاء الله من خمس سنين ما شاء الله عليكم نعم. الدفعه الاولى الثانيه متواصلين غير يعني اكيد مو بس الجامعه اللي تجمعكم صح لا طبعا لا طبعا حلو اول اسبوع في الجامعه جامعه فتجمع حلو والله ركزت قاعد اركز وياك في خاطرك تقول جامعه تجمع على ذكر عيسى انا بطلع عن طول البرنامج انا يمكن يعني صدق قاعد اعيد جو في الـ في الـ في الاستوديو نعم يوم اشوف العلامة ابو ظبي نعم واشوف المسجد وراي يعني مدينه الزايد يعني والله صراحه هذا الجيب هذا الجيب هذا صراحه الجيب هي موجود طول بعمرك ما شاء الله ما خلنا دائما يعني جزيره يا دائما ارددها طولي بعمرك جمله شوف هالجيب اللي هنا موجود بركنته هني مخلص بتروله زين وخالص بركنته هني حق منظر بس عيسى على فكره انا والحايم كنا خارج الاستوديو قاعدين برا نعم اول ما دخلنا الحاي قال انا راعي بحر انا راعي بر من شاف خلاص قال علي قال خلاص انا علي القارب شو يسمونه هذه شو يسمونه طراد القارب هذا طراد نحن نسميه هاي يسمونه ماشوه شو ماشور ماشوه لانه صغيره شو ماشول ماشوه 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 تفرق مش ما نعرف حتى الطراد حتى الطراد في الحلال في الحلال على فكره تتكلمون عن الحاي يا جماعه اخر شيء رميثي نفس نفس قبيلة شاعر الشاعر فتعرف قبيلة الرميثات أكثرهم يعني البحر صحيح فقلة بدو حياكم إذا تبون في أي مكان في البحر حاضرين إن شاء الله ما عندنا مشكلة عريب نعم النجمة الله يسعدك المطلة دائما الله يسعدك نقدر نقول من هو الصديق الحقيقي في رأيك؟ لنفسي يعني؟ أنا ساعات بقول نفسي هي صديقة نفسي حلو. بس ساعات تكون خوانة
حلو حلو. يعني من الآخر كل الناس خوانين، ما ما عندي ثقة إلا في رب العالمين. ونعم بالله. زين يعني خلونا نتكلم بما أننا موجودين هنا ما شاء الله من 5 سنين صديقين وشي، شو توصفون هذه الصداقة؟ والله هي يعني أول ما تعرفنا في الجامعة يعني أشكال مش معروفة، مش ما تعرفون بعض، ما نقبل ما نعرف بعض. أي نعم. فجأة صار عالم ثاني، كأن الله أعطانا حياة ثانية مع الشباب هذول اللي خلونا 5 سنين. صحيح. تعرفنا أكثر، عرفنا ناس من الشارقة، من رأس الخيمة، من العين. كنا بس محدودين في أبو ظبي، يعني إذا واحد شخصين من برا. فالحين صار بالعكس، الجامعة وطّطت العلاقة مع الشباب، صرنا نعرف أكثر. زين، خليني أسألك هالسؤال. المزروعي، أنت قد مرة سويت مقلب فيه ولا شيء؟ المقالب ما تخلص. مقلب فيه. قالك المقالب ما تخلص. ما تخلص. أطرف شيء صار وياكم يعني مع بعض شو؟ والله في اليوم نشتغل على المشروع مالنا. إيه. نعم. والله أنا كنا مستغربين دائما من شيء. حلو. نقول إن باكر ونشتغل على الساعة، سامحني فيها. قلنا باكر ونشتغل يعني بنبدأ شغل الساعة 9 الصبح مثلا. حلو. نعم. إحنا نعرف إن حمد ما بنشوفه لا 9 ولا 10 ولا 1. زين. نعم. فاحنا دائما نقول بنشوف، إحنا نقولنا بنشوف أعمارنا الساعة 7، حطيناها يوم 7 نبي نخلص قبل السفر بأسبوع، ما باقي لنا شوي من. فقلنا الساعة 7، فحطيت أرهان أنا للشباب. زين. قلت لهم هذه 500 درهم. زين. إذا حمد شفناه قبل الساعة 2. الساعة 2 مو الساعة 7 يعني. نعم. الساعة 2 كان يوم الساعة 9. زين. قلت لهم هاي 500. ما شافني بعد صلاة العصر يعني. يعني أنت إذا تبون. نادر نادر أنت حدد. يعني أعرف واثق من الشيء يعني. إذا تبون لازم تعطي يعني 5 ساعات 6 ساعات قبل. فعشان شيء حطيناه 7 والحمد لله صرنا العصر. لو قلنا 12 متخرجوا بعد 20. هو عنده عذر. هو عنده عذر. عنده عذر. أنا دائما ريال مشغول و. مشغول. عنده أعمال، عنده طلعات، عندي عزبة، عنده عزبة وحلال. هذا بحر. يومينا يوصل عندنا تكون عيونه منفخة. نعرف الشغل اللي كان عندنا. اشتغل صح. نعم اشتغل صح. أول نروح للحاج، خلونا نروح للحاج. أمر أنت تعال. الحاج هذا الحاج. حاج مرتين. كبرنا. تقبل الله. يقول لك احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة. يا سلام. لا بالعكس. أنا أحس أن الصداقة أكثر وفاء من الحبيب. الصديق دوم ينصحك. حلو. والحبيب دوم يجاملك. يجرحك. لا يجاملك أكثر. لأن دوم الحبيب يغطي. حساس الرجال دائما. دوم الحبيب يغطي يغطي عيوبك. صحيح. أما الصديق لا يطلع لك عيوبك. صح. فأنا مساعة استغربت منها من شيء واحد، أنها ما عندها ولا صديق. هاي مشكلة كبيرة بالنسبة لي. لا ما عليك، هذا الكلام دائما على الشاشات وخلف الشاشات. لا يا أصدقاء. فعلا ما عندي. لا ما عندي أصدقاء فعلا. حلوة هاي نهائي. مش بس عشان نكون صريحين في الموضوع، ان الصداقه انه مو عليك، لان احنا كفنانين. ايوه ابو جاسم احيانا لازم يعني لازم نصنع صداقات. في مثل يقول لك يعني. في مثل مقطع على كلامك، رب صديقا لم تلده امك. صحيح. هذا يكون لك وفي بشكل ما تتصوره. صحيح. أو رب اخا لم تلده امك قصدك. رب اخا صديقا. صديقا. لا بس صراحه يقول المحرم قالها. الصراحه صديقا. فانا يعني في بيتي قبل ما ادخل الفن علاقاتي محدوده، كنت شايله مسؤوليه اهلي بزياده. فبتعرف البكر دائما بيكون هو المسؤول، ما عندوش في الفن بده يكون عندك حساسيات. ما بعرف انت فنان. صح. اذا ما كان عندك اخ في العمل او في الوسط او كذا لازم تواجهين كثير بالضبط. فالصداقه اللي خارج مجال العمل تختلف تماما عن داخلها، وتختلف تماما عن الصداقات العامه. صح. فانا نحن شخصيا كفنانين نعاني من هذه الامور بامانه. أحسنت. يعني نحن قبل لا ندخل الاستديو المفروض نلبس القناع. احسنت. زين. وعقب ندخل الاستديو وهذا الشيء يعني الى ان تجد الصديق الذي لم تلده. فعلا. الصديق وقت الضيق. صحيح. وايضا الصديق وقت الضيق. قريب في شيء اغنيه شيء تتكلم عن الصداقه او شيء تقولها
يتكلم عن الصداقة شيء كذي؟ والله تصدق ما في حد كتب عن صدقين؟ هني شاعرنا موجود. في عندك شيء يعني عن الصداقة أبو جاسم؟ والله يا أخي تبان نقلب الأرشيف. وتقلب الأرشيف عاد سهل يا ريال، تقلب الدواوين وتقلب سهل. ليه زفر مات وترد بعد؟ نسمع شيء منك. والله طال عمرك أنا بسمعكم ضبياني. يلا نسمع ضبياني. يقول اللي قالتها لو بقطع رمسيت بالخير، اللي قالتها عريب بالصوت الشجي. نعم بأمانة، وما شاء الله من الأصوات الأكثر مميزة. أشكرك. ونتمنى لها التوفيق. تفضل. يقول أفتخر لا قلت ضبياني بو ضبية لب طاريها ذكرها يطرى على لساني يعلم الله حيل أغليها. أفتخر لا قلت ضبياني بو ضبية لب طاريها ذكرها يطلع على لساني يعلم الله حيل مغليها. عاصمتنا تاج الأوطاني ما لقينا من يماريها غالية وتفوق الأثماني عندنا محد يساويها راجحة في كل ميزاني الجواهر ما توازيها يرحم الله زايد الباني زايد الأمجاد بانيها. نطلب المعبود سبحاني البشر عالم بخافيها يعل قبره روض وجناني قلتها آمين داعيها. يرحم الله زايد الباني زايد الأمجاد بانيها. نطلب المعبود سبحاني البشر عالم بخافيها يعل قبره روض وجناني قلتها آمين داعيها. وقادها الشيخ النهياني عاشب وسلطان راعيها للكرم والمجد عنواني سيرته تسمو معانيها. فخرنا في كل بلداني دولته شيد مبانيها وفي يمينه ذرب ليماني سيد العليا وعاليها. ذاك بو خالد والأهاني هيبته ما حد يجاريها وفي يمينه ذرب ليماني سيد العليا وعاليها. ذاك بو خالد والأهاني هيبته ما حد يجاريها. واختم بياتي وقيفاني بوظبي يا لب طاريها بوظبي يا لب طاريها. وتسلم صح لسانك يا المحرمي. وخلنا بنسحبكم على اوراق هني عندي اوراقنا ما تخلص اليوم. المزروعي ما لعبت انت وال عطى مسحب مسحبان شو تسحب نفس ما سويتي انت. تفضل كرت احمر والله اعطيني كرت احمر. يلا يلا انا ابغى كرت احمر قبل السحور عشان اتسحر. تطردي منو في الكرت الاحمر هالمره؟ عيسى كرت احمر عشان راح اتسحر يعني. لا الحين ان شاء الله السحور جاهز. اخضر واخضر صار وياكم. انا كنت شو طلع وياك؟ انا ما اريد التحدي. زين انت تحدي شو طلع وياك؟ اوه تدلل في برنامج قبل الصوت. تدلل يعني بيوصلك بيوصلك الاكل لين مكانك. انت الحين بنقوم وياكم ولا بقعد ومنو بعد تدلل منو ولا تدلل؟ لا حد انت الاثنين بتدللون من هنا. تدلل يا قمر وانتم بتقومون وياي يا يا المزروعي يا قمر ليلي. تدلل انا ابو محمد يعني نقوم ولا كيف؟ نقوم ونحن نغني ورايحين الاكل. احنا رايحين الاكل. يلا تفضلوا يا عيال. احنا ياسين وياك. يلوس يلوس انتم بايكم الاكل هذي وانتم ياسين. يا مرحبا الساحة. يا مرحبا الساحة. زين شو كنتي تقولين؟ تدلل يا قمر. تدلل يا قمر ليلي تدلل تدلل لا 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 هذه الروح ينكر روح تخجل إليه. ما أعرف عاد أنا ما أعرف الكاميرات أنا قاعدة أعتمد عليك. يلا يعطيك العافية يا ربع. إنه هذا الأكل العربي ها شفتوا؟ هذا أكلنا ورق عنب ومالكوم. حلو حلو حلو. إنزين ما شاء الله زينب أبدعت اليوم. طبعاً. فخبريني شو رأيك فيه؟ أبدعت دائما وأبدا. أول شيء من أهم مميزات الشيف في العالم طبعا احنا تعلمناه في برنامج مو من عندي نظافه المكان الـ 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 الرسمه تبعت الاكل اللي بتخلي الانسان حلو. فعلا روحها طيبه وفيها الترتيب والنظافه وشو ويعطيكي الف الف عافيه يا رب. الف عافيه. ها شو اخباركم ويا الطبخ المزروعي؟ بس هذا ترى كرت احمر ها ان شاء الله تطبخون ولا
والله نطبخ سكن الجامعة يعلمنا كل شيء. ما شاء الله فالكم يعني في الطبخ. قريب في الناس وبابي هنين ما أعرف طبخ. حدي أندومي بس إذا لا زال مستمرين على موضوع الأندومي هذا. المزرعي تطبخ تسوي شيء؟ هي والله أكبر شيء سويته يعني وافتخر فيه قدام الوالدة طبعا مجهوز دياي. أشكرك ما شاء الله. أشكرك شكرا لك زينب. إن شاء الله بنتسحر وإن شاء الله بناكل من أناملك الجميلة هذه. بس ما يكفي ما بيكفي باكل حبتين شو حبتين سحورك تحرجيني الله يهديك. صح انا اسف. الله واو لذيذ حياتي الله يعطيك العافيه ما يعافيك بس انا كرتحت حراسك شوي قبل يعني حياكم. هي والله في خاطرها تلعب صراحه. اي صراحه في برنامج سويناه في احدى القنوات قال مين اللي راح يفوز الفنان فينا اللي راح يفوز اللي هو يعني كيف تسوي الاكل وشو الشيف بعد هندي جايينه هو اللي يحكم فاهم وهندي ويحكم. قلنا له المهم خلصنا اللقاء وهذا اول شيء رسبنا فيه طبعا كان معانا من انجح الفنانين الشيف الطباخ الاماراتي يا ربي انا ما المهم اول ما زينب يمكن تفيدنا في هالمعلومه ما ادري زينب يعني تعرفين طباخين او شيف اماراتيين خالد حرية. خالد حرية طلعنا معاه شيف هو شيف هذا شيخ الطباخين طلعنا معاه قال احنا بننجح. المهم نظف دين جل هندي بس بصبعه ما في زين قلنا احنا بعد معاك فهي من كماليات النجاح في الطبخ والهذا اللي هو بس كرت احمر ها ردي الكرت عشان نحط فيه شيء في خاطرها تلعب يا جماعه الخير يا اخي البرنامج جميل مميز وقناه رائعه والايقونه حمراء ما ادري يمين ولا يسار راح تكون شوفوني طالعون انا ما ادري احنا شو القينونه بس يلا نحن معاكم شوف القينونه القينونه بينونه الله يهديك شو يطلع هذا بعد الايقونه قصدك بعد العيد هيطلع الحين يلا شباب يلا عالم فراري قدامكم يلا شباب قدامكم فراري يلا هي عالم فراري نحن ما شاء الله مدلعينكم معالم ابو ظبي كلها موجوده هنا الله اكبر هني. هذه من المعالم الكبيره الحين كل السياح قاعده تستقطب في خطر تلعبين انت صح؟ آه من زمان يعني في خطر على فكره تسلعبين. دوله الامارات شو اللعبه اللي في خطر تلعبينها؟ هني؟ الحين ما اقدر خليها صفر بس خليني اعلق على شيء واحد دوله الامارات العربيه المتحده الله يديم عليهم يا رب السلام والطمانينه ويطول يا رب بعمر شيوخ دوله الامارات والله يحفظهم يا ربي مثل ما هم حافظين بلدهم وحافظين اهلهم وبدعموهم وبدعموا ناسهم وحتى المقيمين فيهم ومدينه ياس من اهم المعالم اللي موجوده في دوله الامارات وخاصه بابو ظبي قاعده اسوي دعايه صح ابو ظبي يا حي هالصوره مرحبا غنيه والله ناسيه بس هي كلمات معالي علي بن سالم الكعبي والحنان الكعبي ابو ظبي يا حي هالصوره نانانا والله محبه ما شاء الله عليك انا شوفي جبتلك اليوم جبتلك اليوم منافس قوي رميتي على العين والراس ناجح كرت احمر زين ما ادري شو بتلعبين شو في خاطر تلعبين هذه غايبتني انا لا بلعبت لعبه ثانيه قولي هي هذه جميله لعبه ثانيه ايوه لعبت زين تمسكين هسه جاب هذاك اليوم الشاعر منو اللي معاكم وحده بس يا بوحده بس انا ما شاء الله ابدعت فيها طرحت كلها او ان انا لا قاعد انا مذيع ها المهم اسمحوا لي هذه واحدة ثانية معناها مو الورق لا هي قصدك الورق يوم شو اسمه لا هاي واحدة ثانية اي اوكي تفضلي تفضل نعم السالفة تفضل انا اللي اريد كالاتي شباب انا ابغيكم تسولفون شوي ويا بعض تسمعون شيء جديد من عند محمد زين ابو جاسم سمعهم شيء جديد ونحن نلعب ما عليك زود زين شوفي اللعبة كالاتي عريب نعم ايوه بعدين هاي واحد أوكي. زين مثلا اوكي لازم كلهم جيبهم يعني انزين ما علي بعدين مو بالحين هذا هاي صار حرام والله حرام والله سهل الله يهديك انت يمكن تتعبين شوي من النفخ بس ما علي انا بساعدك بهالموضوع لكن هني عنده واحد رياضي يعني جربي تنفخين تقدرين ولا لا؟ تقدرين؟ تقدري؟ المهم لا تجيبون كلوز. بعطيك واحدة ثانية يمكن هذه لما في. صبري عشان أعطيك وقت الحين. شو الموضوع هنا؟ نفس ما قلت لك بس بعطيك وقت المفروض تطرحها بنفخة واحدة أو إنك تنفخ وايد تقدر تطرحها مرة واحدة.
بنفخ واحدة طيب مثلا كده. ايوه او انك تنفخ كل مره وتطرح كوب، كل مره تطرح كوب على حسب الوقت وكم كوب تطرحه. وغير شيء كم وقت عندك مخرج؟ كم وقت؟ 30 ثانيه. يلا من اول، معناته من اول. انا يلا تبدين. اي يلا بدا. شو الموضوع؟ يلا 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 ما نقدر. وين خسران يعني؟ يلا 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 باقي وقت. خسران باقي باقي وين؟ 14 13. خسران يلا. ايوه يلا يلا يا ابوي. 9 8 7 اسرع. لوز بعدين اسرع. ايوه يلا. باقي زين. خلاص ابدأتي. خلي عنك تعالي يا ريب. ها بعد والله هاي صعب حرام. انزين بقى لعبت لعبه ثانيه بس صبري. الحين عند بتشوف الحاش بيسوي. كابتن المفروض واحد. اعطوني يلا وقت. يلا وقفت عند الحاي. ايوه اسرع الحاي. تعتقدين ان اي 16. لا تخاف 15. يلا الحاي. 10 9. غلبت الحاي. تبغي تلعبين لعبه ثانيه؟ في خاطرك؟ انزين في لعبه ثانيه. اي وحده؟ ايوه في هذه حلوه. سله. لا تقول بعد تحطيها. لا ما تحطيها فوق. لا تعقدنا. سله الحاي. انزين حماس فايزين. ما فايزين اكيد يعني. وحبيبكم من عيناوي. ماشي هناك عيناوي. اقول براس ناكا. قلت لك احتياط هذه. ها ما قصه في العين. انزين هاي اللعبه سرك كذي المفروض. ها سرك اقول لك. لا امس هاي واحد. ليش ما نحط هذا؟ هاي بتي اثنين. المهم ابغيكم تجمعون اكبر عدد لين الصبح. صدقني ما في فايده. بتيبون انا عندي اثنين ما شاء الله فازوا. اثنين بس. واحده جابت 13 حبه داخل بس ما اذكر منو عاد. انزين كذي تسوي وفك؟ ما ادري شو اسوي يعني. ما شاء الله. زين يلا جربي اعطوني وقت. يلا زين ليش ما يكون تيها؟ هاي اصعب بتكون تيها. ليش؟ اوكي يلا. هي اصلا اوريدي. يلا تي اسهل. أطيب. الله زين كيف؟ زين حطي وانفخي على طول. ايوه تطيح والله. بسم الله امسكي يا انت. بتوصل هي بس. ايوه واحد. يلا اثنين. يلا النفخه فيها شيء ترى. اوكي يلا. ايوه ثلاثه. يلا أربعة. أشكرك. هاي لا برا عاود. يلا عندي ممثل رانيا العلي هي اللي جابت أكبر سكور للحين. إنزين والله هاي خمس صراحة. ست. يلا ست حبات ما شاء الله. ها تشجيع الحاي ما يصير. شغال السرق قبلها ما شاء الله. سبعة. السرق شغال. رحنا فنانين. لا تغش. أنا ساعدتك. أوكي. 1 2 3 4 5 6 7 كور. اوكي انزين. ها 7 كور. يلا الحين نشوف الحاي شو بيسوي. تعال العكس. لا الحين لا كذي تعال عشان هاي لم حق شو اسمه تبدا من هنا. يلا اعطوني وقت. استهدى بالله. يلا شوفي. يلا ادعي لك ترى بالخير. يلا ادعي خير ان شاء الله. الله ما يمشي. زين خلاص هذا اول مرتين. الله يا الحاي. احنا بنركز نحن بالموضوع يا اخوي. طول عمرك ترى الحاي. والله شكلك جي. لا عطى شوي بس. عطى انت شو اعطي؟ السليتر. عب السليتر ما يقول. لا بشوفنا. ايوه بي ايوه. عرفنا الموضوع. بتفوز ولا؟ افوز بامرك. لا ان شاء الله. هاي وحده حلو. عرفنا ابو جاسم شو الوضع؟ انت بس عرفنا الموضوع. زين هاي اثنين. يا مدرب. هاي مدربنا هو المفروض عد
يعني توازن. ها زدنا لك وحده بعد. 13 خلي وتره 12 11 10 9 يلا 8 تعذيب نفسك. حلو. 7 6 5 ما شاء الله. يلا 5 4 خلاص انتهى الموضوع. خسرت خسرت يا الحاج. والله حياكم الله. احسب احسبوا حياكم الله شوي. يا اي صح 1 2 3 4 5 6 ما هي بعدها غلبتك 7 ترى اذا رجعت الكاميرا هو حاط وحده زياده. يلا حياكم الله ويانا في المينس. زين اشرب تشرب جلاس ماي. حياكم زين. الدوار لازم الله يسلمك. ها شباب الحمد لله على هلا بطبخات. تسلم ايدك يا زينب على هالطبخ. واعتقد دام السحور وصل يا جماعه الخير تدرون ان هذا اللي توه صار انه مستوي يعني قد شفته من قبل. سبحان الله والله العظيم اني اشوف كذي هذا الموقف سبحان الله كاني شايفنها من قبل. والله يدوم ان شاء الله هاي الافراح والله حق سحر الحين قبل زين. قبل لا نختم خلينا نسمع شيء بسيط من صوتك العذب يا صاحبة الإحساس الجميل عريب حمدان. أنا راح أغني أغنية اللي هي بس مقطع صغير منها للفنان الكبير ميحد حمل. حلو. ومالك رجاء يا يا قلبي فيهم ولا حيله على نسيانهم لو تناسي الله. ومالك رجاء يا 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 قلبي فيهم ولا لي حيله على نسيانهم لو تناسي. الله يعطيك العافيه. السموحه منكم صوتي جد والله كان نفسي اكون عند حسن الظن اكثر. نعرف فعلا نعرف. شكرا. انك مريضه وتعبانه. طول عمرك. شكرا. انا اشكر بصراحه لحضورك هذا البرنامج. شكر لله. وايضا اشكر محمد على حضورك للبرنامج ويعطيك الصحه والله. انا سعيد بمعرفتك وبرنامجكم صراحه. الله يسلمك. يعني تميز متميز صراحه. الله يسلمك. وكل الشكر للكادر الفني في برنامجكم قبل السحور. الله يسلمك. وانت كذلك المزروع اتمنى لك ان شاء الله خطه مستقبليه اجمل وان شاء الله ترفع الراس ان شاء الله وتجيبون المركز الاول انت والمن هذه ان شاء الله باذن الله. مدربنا خطتك الجديده ان شاء الله هجوميه على طول ان شاء الله. عيسى بقول كلمه طبع. قبل ما تنهون الحلقه نحن في الذكرى العاشرة لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والدنا الله يرحمه. الله يرحمه يغمره. ولكن أنا بقول بيت وأتمنى ترددون وراي إن شاء الله. اسمعوا البيت وردوا وراي بس أباكم تقولون آمين إن شاء الله. قولوا معي آمين وادعوا معايا يرحمك رب الكون يا زايد الخير. آمين 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 يا رب العالمين. الله يرحمه ويغمد روحه أهل الجنة. وأنا أيضا شاكر لك يا زينب لطبخك ما شاء الله. لا شكر على واجب. الله يسلمك. وسحورك دائما طيب وريحته صراحة شكرا. يعني تيب الرأس مثل ما يقولون. مغرية. بند الرأس. لا تقاوم. ألف عافية. يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية. وأنا شاكر لكم مرة ثانية حضوركم وأنا استمتعت جدا وياكم بأمانة في هذه الحلقة. أنت كذلك عريب كنتي نجمة ودائما نجمة متألقة في كل برامج. وجود الحبايب والطيبين الناس هذول الكبار اللي أنا بكبر فيهم وهم معاي ومحبتهم ومحبتي إلهم والله يدوم المحبة يا رب. فعلا وانت عاد النجم الكبير يعني. الله يسلمك. الله يسلمك. بعدين إن شاء الله. إن شاء الله. لا تقللين يعني خبروني الجماعة أنت لا تقللين من الأمور الإعلامية. أنا بغيت تظهرين شوي. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني وعد نأخذه. بإذن الله وعد إن الله أراد إن شاء الله. أعزائي مشاهدين قناة بينونة أشكر لكم متابعتكم لهذه الليلة من حلقتي قبل السحور وأتمنى لكم أتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع ومستمتع. أتمنى لكم كل التوفيق وحياكم الله وتصبحون على ألف 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 خير.